السلام عليكم شباب وبنات الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله هنبدا مع بعض النهارده المحافظه السابعة جيزه جوفرنريت، ونسمي الله وتعالوا نشوف بقى كويتشن 1 بيقول ايه. اول حاجه في كويتشن 1 بيقول لي هو دلوقتي عايز في كويتشن 1 choose the correct answer. اول سؤال بيقول لي اوزون لاير absorbs not ultraviolet radiation، يعني طبقه الاوزون بتمتص انهي نوع من الالترا فايلوت راديشن. والله انا كان عندي 3 انواع من الالترا فايلوت، عندي نير وعندي ميديوم وعندي فار. اول حاجه النير ديت كان بتعمل بنتريت للارض، يعني كانت بتعدي الارض وتوصل لها وكانت يوسفل اصلا. طب كان عندي الميديوم والفار، الاثنين دول كانوا هارمفول وما كانوش بيعدوا. الميديوم كانت ما بتعديش بنسبه 95%، والفار ما كانش بيعدي بنسبة 100%. تمام. طيب يبقى مين الابزوربس؟ والله دي 95% ودي 100%، فاصلا الاوزون لاير بيابزوربس كل الفار وشوية من الميديوم، او ما بيعديش don't penetrate كل الفار وجزء كبير من الميديوم. يبقى لما يقولي ابزوربس يبقى هختار الفار. ده كده اول سؤال. نيجي بقى لتاني سؤال بيقول لي ايه. نقط is used to measure the possible day weather، ايه اللي انا بستخدمه عشان اعرف الطقس النهارده ايه. والله عندي دي كانت من الادوات اللي بستخدمها او الامثله اللي بستخدمها عشان اقيس الاتموسفيريك بريشر الضغط الجوي. طيب دلوقتي انا عندي اول حاجه الانيرويد، تاني حاجه الباروميتر، تالت حاجه الالتميتر، الكومبس. الكومبس ده البوصله ما لناش دعوه بيها اصلا، ولا الباروميتر ما اخدناش حاجه ايه ليها علاقه بيه. عندي الانيرويد وعندي الالتميتر. والله الالتميتر كنت بستخدمه في الاليفيشن اوف نافيجيشن اللي هي الملاحه او التحليق. طيب اول واحد اللي هو الانيرويد ده اللي كنت بستخدمه في الدي ويذر، فهي الاجابه هتكون الانيرويد. تالت سؤال بيقول لي ذيرث نوت بوند بتوين اكسجين اتوم اند هيدروجين اتوم ان ووتر مولكيول. طيب احنا قلنا في الووتر مولكيول، يعني المولكيول الواحد في الووتر بيبقى عندي البوند ما بين الاكسجين وما بين الهيدروجين سنجل كوفالنت بوند، ادي اهي سنجل كوفالنت بوند. طب امتى تبقى هيدروجين بوند؟ لما يكون عندي مولكيولز ووتر ومولكيولز تاني من الووتر، يعني ووتر مع ووتر البوند اللي ما بينهم هيدروجين بوند. اما جزء الووتر الواحد الرابطه ما بين الاكسجين والهيدروجين فيه عباره عن سنجل كوفالنت بوند. طيب رابع سؤال بيقول لي is an example of fossil that carries external details of all the living organism. طالما قال لي external details يبقى حاجه مثال على الكوست. طيب كنا اخدنا مثالين على الكوست، كنا اخدنا فيرن كوست واخدنا الفيش. طيب تعالوا نشوف الاختيارات. عندي اول حاجه الامونايتس، تريلوبايتس، فيرن كوست، امبر. والله احنا واخدين الامونايتس وتريلوبايتس، لا مش external details خالص. طيب الفيرن كوست اهي، يبقى هي ديت الايه الاجابه. دي اصلا الامبر دي كومبليت بودي، ثواني الامبر دي اصلا كومبليت بودي فوسيلز، يبقى هي الفيرن كوست هي الاكسترنال ديتيلز. طيب بيقول لي في نمبر بي جيف ان اكزامبل فور، انا عايزه مثال لكل حاجه من دي. اول حاجه نيجاتيف افكت اوف جلوبال وورمنج، ايه هو النيجاتيف افكت؟ التاثير السلبي. والله هنكتب او اي حاجه، ممكن نكتب سيفير كلايماتيك تشينج، سيفير كلايماتيك تشينج. تاني حاجه بيقول لي اميتال مور اكتيف ذان صوديوم، هجيب اي حاجه عندها اتوميك سايز اكتر من الصوديوم، لان بتبقى عندها القدره ان هي تلوز الفالنسي او تفقد اللي هو التكافؤ بتاعها احسن. طيب مين مثلا؟ مثلا البوتاسيوم. طيب اخر حاجه بيقول لي اجاز بوليت اوزون لاير، الجاز اللي بيسبب تلوث في طبقه الاوزون مثلا ميثايل برومايد جاز، واكتب مثلا اي مثال تاني، ميثايل بروميد جاز. طيب تالت سؤال بيقول لي او نمبر سي في كويتشن 1 كالكوليت ذا اتوميك نمبر اوف اليمنت اكس، انا عندي اليمنت اكس لا عارفه الالكترونز بتاعته قد ايه ولا عارفه عنه اي حاجه، بس قايل لي معلومتين. اول حاجه انه بيقع في زيرو اوردر،
سوري زيرو جروب. طب طالما زيرو جروب، زيرو جروب دي معناها ايه؟ معناها ان مستوى الطاقة بتاعه الاخير مكتمل. يعني ايه مكتمل؟ يعني يا اخره 2 يا اخره 8. والله لو 2 يبقى مستوى طاقة واحد، يعني عنده مستوى طاقة واحد. طيب لو 8 ممكن يكون بقى اكتر من واحد. طيب تعالوا نكمل. ثيرد بيريود يعني ايه ثيرد بيريود؟ يعني عنده 3 مستويات طاقة. مش احنا قلنا ان احنا بنحدد البيريود على حسب عدد مستويات الطاقة؟ ادي اهو قايل لي ثيرد بيريود 3 مستويات طاقة. طب تعالوا كده نرسم منها هنعرف. والله دلوقتي هنكتب في الاخر 1 2 3 اهو، ده كده الثيرد بيريود. طيب تعالوا بقى، طالما هو قال لي زيرو اوردر يبقى مستوى الطاقة الاخير 8، يبقى هنا برضو 8 وهنا برضو 2، يبقى 2 8 8، يبقى ده كده 18. طيب تعالوا بقى نكتب دلوقتي، هنكتب بقى هنا على جنب element x locates in اول حاجة third group third period. معناها ايه بقى third period دي؟ معناها it يعني its electron are distributed in 3 energy level. its electron are distributed in 3 energy level، يعني في 3 مستويات طاقة. طيب تعالوا كده ننزل شوية. طيب الزيرو جروب، الزيرو جروب معناها دي كده عشان نبقى عارفين ان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه، ذا اوتر موست انرجي ليفل از كومبليت، يعني كونتينز 8 الكترون. يبقى دلوقتي بقى لو عايزة احسب الاتوميك نمبر، يبقى الاتوميك نمبر، الاتوميك نمبر بتاعه قلنا ايه؟ لسه قايلين 2 زائد 8 زائد 8، يبقى ادي 18، ودي كده الاجابة. طيب نيجي بقى لكويتشن 2 ونشوف بيقول ايه. عندي اول حاجة بيقول لي complete the following. اول حاجة نوع الريز اللي هاف chemical effect while، ايه هي الريز اللي عندها thermal effect؟ والله كنا بنقول ان ليها chemical effect ultraviolet واللي ليها thermal infrared. يبقى انا عندي اول حاجة ديت ultraviolet وديت infrared. تاني سؤال بيقول لي in the modern periodic table، في الجدول الدوري elements are arranged according to، ما قاليش بقى لا مندليف ولا مزدي، ده قال لي في الجدول الدوري الحديث بنرتبهم على حسب ايه؟ على حسب حاجتين، الاتوميك نمبرز والواي اوف فيلينج ذير انرجي سب ليفلز ويز الكترونز، يعني الطريقه اللي بملى بيها الالكترونات. طيب يبقى انا عندي اول حاجه الاتوميك نمبر، الاتوميك نمبر، وهنا طيب احنا هنا مش هنعرف نكتب، the way of feeling feel. طب ثواني كده نمسح اي حاجة. او مثلا نكتبها فين؟ هنكتبها من اول هنا كده، the way of feeling، the way of feeling their energy sub level. طيب احنا كده تعالوا نكمل كده مع بعض. احنا كده كتبنا هنا atomic number، عشان انا مش عارف، يبقى هنا كتبنا atomic number
ادي اهي، والتانية the way of feeling their energy sublevel with electron. هو الدنيا زحمة بس شوية. طيب رقم ثلاثة، archaeopteryx is a link between. طيب هي كانت link between ايه؟ والله كانت link between حاجتين، birds و reptiles. reptiles و birds. طيب رابع سؤال بيقول لي during water electrolysis the volume of the gas that evolves at anode. دلوقتي بس معلومة، الانود كان عنده مين؟ كان عنده الاكسجين. is a the volume of the gas evolved الكاثود. الكاثود كان عنده هيدروجين. طيب دلوقتي الكاثود كان عنده الهيدروجين والانود كان عنده الاكسجين، كانت النسبة ما بينهم ايه؟ والله كانت النسبة عندي ما بين الكاثود للانود 2:1، يعني الهيدروجين ضعف الاكسجين، يعني الكاثود ضعف الانود. يبقى لو عايز اعكسها يبقى الانود نص الكاثود، يبقى هنا كده هاف. طيب تعالوا نراجع مع بعض السؤال ده تاني عشان لو في حاجة مش مفهومة. عندي اول حاجة ايه نوع الريز اللي عندها كيميكال افكت الترا فايلوت، وايل ايه نوع الريز اللي عندها ثيرمال انفراريد. طيب الاشعة تحت الحمراء ودي فوق البنفسجية. طيب رقم اتنين بيقول لي in the modern periodic table انا برتب العناصر بتاعتي ايه؟ على حسب حاجتين، على حسب الاتوميك نمبر و the way of feeling their energy sublevel with electrons. تالت سؤال archaeopteryx is link between reptiles and birds. رقم اربعة during water electrolysis اللي هو في الالكتروليسيس بتاع المية the volume of the gas evolves يعني حجم الغاز اللي كان في الانود اللي هو الاكسجين كام من الفوليوم اللي هو حجم الغاز اللي كان في الكاثود اللي هو الهيدروجين كان نصه. طيب نمسح بقى هنا كده عشان نعرف نكتب بعدين ما نعملش زي ما عملنا فوق. نمبر بي بيقول لي correct the underlying words، هصحح الكلمه اللي تحتها خط. اول حاجه بيقول لي biological pollution causes separation of the dissolved oxygen from water. ما كانتش البيولوجيكال اللي بتعمل separation فصل الاكسجين من الووتر، لا ده كانت الثيرمال. يبقى اول واحده كده ثيرمال. طيب تاني حاجه بيقول لي الامبر فوسل was formed when insect covered with snow. طبعا غلط، ده resinous matter. اصلا السنو ده ما كانش في الامبر فوسل غلط، كانت في الماموس فوسل. طيب تالت سؤال بيقول لي atmospheric pressure is measured in Dobson unit. لا ده كانت بالبار او الملي بار، ده الاوزون لاير اور ملي بار. نيجي بقى ثواني، بيقول لي بقى هنا give reason the dead animal must be buried in a suitable medium to form fossils. ليه المفروض ان هي تدفن؟ علشان والله تحتفظ بجسمها من التحلل، لازم يبقى عندي وسط مناسب ان هي تدفن فيه علشان ما تتحللش ودي كومبنسيشن ما يحصلش، يعني ان انا احتفظ بجسمها عشان الاقي فوسز الاقي حفريه. يبقى انا عندي هنا because it preserved بتحتفظ بجسمها preserved the bodies of dead of dead animals من التحلل from decompensation. ثواني عشان الكلمة دي كبيرة. decomposition sorry decomposition. طيب كده خلصنا question 2، ندخل بقى على question 3 ونشوف بيقول ايه. اول حاجة write the scientific term، هنكتب المصطلح العلمي، يعني الجملة دي كلها بتدل على حاجة. طيب انا عايزة بس اعمل هنا خط رفيع علشان ما ندخلش الحاجات على بعضها. ده كده كان ليه علاقة بالسؤال الاولاني. وده كده برضو ده سؤال اولاني كده، يبقى انا عملت ايه حدود كده علشان الدنيا تدخلش على بعضها.
طيب أول حاجة بيقول لي covalent compounds in which the difference in electronegativity between its elements is relatively high. يعني ال covalent compounds compounds اللي عندها covalent يعني رابطة تساهمية, يعني رابطة تساهمية يعني برضو إن هي عندها positive charge و negative charge, وإن هي عندها يبقى كده عندها اختلاف في السالبية الكهربائية. طيب دي كانت مين؟ ده كانت ال polar compounds. ثواني, بولر كومباوندز. طيب تاني سؤال بيقول لي save area established to protect endangered species in their homeland. ايه المكان اللي بيحمي الحيوانات المهددة بالانقراض؟ الناتشرال بروتكتوريت, المحميات, الناتشرال بروتكتوريت. تالت سؤال بيقول لي block that includes alkali metals. ايه البلوك؟ انهي بلوك اللي بيحتوي على alkali metals؟ والله البلوك اللي كان بيحتوي على alkali metals كانت الاس بلوك, الاس بلوك. اخر سؤال بقى في نمبر ايه بيقول لي charged layer. طالما قلنا charged layer يعني طبقة charged يعني عليها شحنة, in the atmospheric, in the atmosphere sorry, that reflects radio waves. قلنا اول ما نشوف كلمة charged layer على طول نكتب مين؟ الايونوسفير layer, لان هي الوحيدة اللي عندها charged. كده خلصنا number A. تعالوا كده اصغر لكم الصفحة عشان ادي ده كده كله على بعضه. نيجي بقى للي بعده. دلوقتي بيقولي في نمبر بي هنماتش. اول حاجة بيقولي كوبالت 60. والله انا اخدت الكوبالت 60 ده انه بيعمل لي food preservation. طيب هناخد بقى نشوف اللي في كولوم بي الاول ايه الحاجات اللي عنده وفي كولوم ايه. اول حاجة انا في كولوم ايه عندي الكوبالت 60, ميثان جاز, كورال فوسيلز. طيب تعالوا نشوف اول حاجة بي, causes global warming, حاجة بتسبب global warming. تمام. تاني حاجة indicate warm shallow sea environment is used to preserve food. رابع حاجة indicate rainy forest environment اللي هي أمطار استوائية وكده. طيب أول حاجة الكوبل 60, والله الكوبل 60 هنحط له سي هنا لأنه كان في الفود بريزيرف. طيب الميثان جاز كانت من الحاجات اللي بتلوث يعني بتكوز global warming, يبقى اخدنا A واخدنا C. طيب رقم 3 الكولر فوسيلز كانت انهي واحدة بقى, وورم شالو ولا ريني فورست؟ طبعا كانت وورم شالو. طيب دلوقتي بقى بيقولي شو باي اكويجن دي سولفين كاربون دايكسايد ان ووتر. عايز ان انا يشوف عن طريق المعادلة الكربون دايكسايد يعني ايه, ثاني اكسيد الكربون CO2 ان ووتر H2O. هيدينا بقى ايه, كربونيك اسيد اللي هي اسمها H2CO3. بس كده. طيب question 4 بيقول لي ايه, put true or false and correct the wrong one, وصحح الخطأ. اول حاجة بيقول لي H period in the modern periodic table ends with alkali metal. غلط, ده بتنتهي طبعا بالانرت جاز, الانرت جاز. طيب حاجة تانية ملهاش علاقة بالسؤال, البيريود بتبتدي بايه؟ بتبتدي بميتاليك اليمنت, يبقى بتبتدي بميتاليك اليمنت وبتنتهي بانرت جاز. طيب تاني سؤال بيقول لي pilots prefer to fly their planes in the lower part of mesosphere. السؤال ده احنا تعبنا طبعا. غلط, ده في الستراتوسفير, ادي في الميزوسفير دي غلط, ستراتوسفير. طيب تالت سؤال over hunting يعني الصيد الجائر او الصيد الكتير is a human activity that protects living organism. طبعا غلط, مش بيبروتكت خالص, ده بيعمل ايه, ده بيسبب extinction, انقراض, extinction of living organism. طيب تمام. رابع سؤال بيقول لي transition elements are located
in the middle of the modern periodic table. طبعا صح، العناصر الانتقالية. طيب number B بقى بيقول لي cross the odd word out، يعني طلع الكلمة المختلفة. عندي أول حاجة radiolaria، تاني حاجة ال ثواني، عندي أول حاجة radiolaria، تاني حاجة الميكروفوسلز، الفورمينيفرا، التريلوبايت. والله دلوقتي أنا عندي مين المختلف عنهم، هي التريلوبايت. التريلوبايت أصلا من الحاجات الانفرتبري الانفرتبريتس اللي تبقى تظهر في السي، تمام؟ يبقى أنا عندي مين فيهم المختلف، هي التريلوبايت. طيب تاني حاجة بقى عندي تروبوسفير، ستراتوبوز، ميزوسفير، ثيرموسفير. طبعا الاستراتوبوز ليه؟ لان دي المنطقة اللي بتفصل ما بين الميزوسفير والاستراتوسفير، ملهاش علاقة دي منطقة مش طبقة من طبقات الغلاف، دي طبقة ودي طبقة ودي طبقة. طيب تالت حاجة بيقول لي ان انا عندي ديناثور وايبسبيرد، ثواني، وايبس بيرد ودودو بيرد ومامس. طيب مين اللي فيهم مختلف؟ طبعا الايبس. ليه؟ لان الايبس من الحاجات الاندينجرد، يعني مهدده للانقراض، اما الدودو بيرد والمامس والديناصور اوريدي اكستنكت، اوريدي انقرضوا اصلا. طيب نمبر سي بقى ده اخر حاجه في الامتحان، بيقول لي if the temperature of sea level is 30 30 what is the temperature at the top of a mountain whose height is 8 كيلومتر. طبعا احنا قلنا المسألة دي اساسي وهنحلها برضو بنفس الطريقة بتاعت كل مرة. طيب تعالوا بقى نحلها كده. بيقول لي temperature عندي sea level، يعني temperature عندي الفوت، يعني temperature بتاعتي ب30. طيب عايز هو temperature عند التوب، تعال نكتب قانون التوب، the بنكتبها فوق كده علشان نرجع نعملها تحت. temperature of the top بيساوي temperature of the foot ناقص decrease of temperature. طيب اول حاجه التوب، هو عايز التوب. طب الفوت عندي ب30، هو عايز بقى الديكريز. هجيب الديكريز منين؟ هجيبها من الهايت. طيب تعال نشوف الهايت، هنجيبها ازاي من الهايت؟ والله الهايت تعال نشوف، نسيب بس مسافه عشان نبقى نرجع فوق. والله عندي الهايت بيساوي الديكريز ان تمبريتشر على 6.5. طب الهايت بكام؟ ب30. يبقى انا عندي 30، لا سوري، الهايت ب8، الهايت ب8. يبقى 8 في 6.5 بيساوي 52 درجة سيليزية. يبقى انا كده جبت مين؟ الديكريز ان تمبريتشر، وعندي اصلا الفوت. طيب يبقى انا كده عندي ايه؟ انا كده عندي الفوت اللي هو كان عطيهاني اللي هي 30 ناقص 52، يبقى بيساوي سالب 22 درجة سيليزية، ودي كده إجابة التوب. طيب تعالوا نعيدها كده شفهيا. عندي أول حاجة بيقول لي إن أنا عندي عايز التمبريتشر عند التوب، وعطيني إن التمبريتشر عند السي ليفل ب30، وعطيني إن الهايت ب8. والله أول حاجة تعالوا نشوف القانون بيقول لي إيه. القانون بيقول لي ان التمبريتشر عند التوب، درجة الحرارة عند التوب بتساوي درجة الحرارة عند الفوت ناقص الديكريز. طيب والله انا عايز اجيب الديكريز، هجيبها منين؟ هجيبها من قانون الهايت. الهايت بيساوي الديكريز على 6.5. طب الهايت بكام؟ الهايت ب8، ادي اهي 8. طيب و6.5 وعندي بقى، هجيب الديكريز ازاي؟ هضربهم في بعض طلعت لي ب52. طيب هطلع بقى فوق اعمل الفوت اللي هي 30 ناقص 52 بيساوي سالب 22. كده يكون الامتحان خلص. كده اهو الامتحان كامل، ثواني، الجزء ده كامل، واتمنى تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.